ريال عبد المطلب العاني، عمري 26 سنة، تخرجت تلقيت تعليمي في جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات قسم الإرشاد الزراعي. الحمد لله طلعت من أوائل جامعة الموصل، هذا الشيء يعتبر إنجاز إلي. من طفولتي أنا اكتشفت أنه أنا كلش أحب الرسم، متعلقة بالرسم. الشيء اللي ساعدني أنه أتطور وأنه أوصل هذا المستوى هو يعني أكيد والدتي ودعم والدي، وفر لي كل الأدوات، رغم إحنا بالقائم ما متوفرة أدوات الرسم، فيعني أهلي كانوا يوصلوا لي من غير مثلا من بغداد من الموصل يحاولون دائما يوفروا لي إياها. أنا ما أعتبر نفسي يعني وصلت لدرجة الاحتراف، أعتبر نفسي متدربة، يعني هواي جاي أحاول أطورها. إذا كانت عندي يعني مثلا فترة الامتحانات أنضغط بالامتحانات، عندي لود يعني قوي، من كلش يصير لي واهس أرسم، من أجي أرسم تطلع لوحاتي كلش حلوة، رسماتي كلش حلوة. طبعا الدعم هو يعني إذا بالمنطقة أكيد يعني مو بالمستوى المطلوب، لكن كل هذا بجهود ذاتية. شاركت مسابقة دولية، أخذت أنا حصلت على المركز الأول بها، شاركوا بها من كثير دول، بس الحمد لله أنا ب 2017 أنا كنت بأربيل لكن على الإنترنت هي كانت، وافتتحت أول معرض إلي كان بجهد ذاتي أكيد. وأنا كلش أحب رسم الفحم، رسم الألوان الخشبية، الأكريليك، الألوان الزيتية، إضافة إلى رسم الأنيميشن. الألوان هنا ما تتوفر، مستلزمات الرسم دائما غالية وما متوفرة هنا، فنوصل عليها من الإنترنت أو بغداد موصل. طبعا عن طريق الرسم احنا نحاول نحدث تغيير في القائم، لان القائم يعني كان متقوقع على نفسه من بعد الاحداث، من بعد تحرير المناطق شويه صار انفتاح، صار توجه للنساء، تحرك من ناحيه المواهب، من ناحيه يعني مثلا ساعدنا المركز المنتدى الثقافي بلش يعني او بدا يستقطب المواهب الرياضيه الفنيه الاعلاميه. انا حاليا بعت كثير لوحات وان شاء الله يعني عندي طموح انه افتتح معارض كبرى ان شاء الله في بغداد وغيره. رسالتي اللي يحبون الرسم، تمسكوا باحلامكم، استمروا، الرسم يحتاج تدريب فتره طويله، راح تلقون مستقبلا الدعم، جهود ذاتي من الاهل من المنظمات، المهم انه ما تتوقفون. انا من جهتي يعني ادعو البنات الاطفال الشباب اذا يحتاجون مثلا تدريب بالرسم او فشي، انا مستعده ادرب، مستعده اقدم لهم الخطوات الرئيسيه اللي تفيدهم بالرسم، تنمي مواهبهم.